احنا في حجرة نحافة يقول انا يا حايدة لا ونقير عمر سمران رايه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا شي حاجة هنايا في حجرة الحافة ودابا ماشي في حالنا ان شاء الله يا ربي ماشي في حالنا الحومة بغينا نروح مع السيد خصني نكون معاه تما ضروري هنكملو نمشيو بحالنا.